عيون جل مغمرات يا حي مركب الدلايل. تواصلنا مستمر انطلاقاتنا مستمرة بأرضية هذا الميدان، والتذكير بالتوقيت الأفضل تسجل تحت أقدام مضبوط سالم بن محمد بن دقاش العامري، الذي أيضا حصل على ناموس الشوط الرابع وهو الشوط الرئيسي للقعدان المهجنات، وسجل التوقيت الأفضل. ينطلق مشاهدينا الأعزاء شوط جديد العاشر الخاص بالبكار لقايا المهجنات. مقدمة الشوط والمركز الأول الراعبية أسهيل بن الدودة بالأسود العامري يتقدم على المقدمة وعلى المركز الأول. ننتقل إلى المركز الثاني بلشة سليمان بن علي بن شطيط الوهيبي، بينما المركز الثالث أكحال علي بن خميس بن محمد الخذيري يتقدم في هذا الانطلاق وفي هذا الإبداع. ننتقل إلى المركز الرابع، وجود أيضا عالية سالم بن يابر بن هياي المنصوري. مباشرة إلى المركز الخامس فهي أيضا تتقدم غزلان حاضر بن علي بن حاضر المزروعي. المركز السادس ايضا انذار حمد بن علي بن مصبح بالخصم الاكتبي يتقدم في المركز السادس. والمركز السابع من الجانب الاخر او تدخلت سريعا مسرة راشد بن سعيد بن عمير الهاملي يتقدم، وكذلك دخول قوي وسريع من قنا مهير بن علي بن دري المنصوري. وصلت ايضا من الجانب الاخر متقدمة هي شديدة صالح بن بخيت بن محمد المنهالي، خذت المركز السابع في هذه اللحظات او الثامن لتكون تاسعا بشعار اليبهوني المسك علي بن سهيل اليبهوني. وعاشرا تتواجد ايضا هناك تكريم حميد بن سعيد المنصوري. نعود إلى المقدمة، نعود إلى الصدارة، نعود إلى المركز الأول من خلال هذا الانطلاق والإبداع الكبير الذي يأتي بظهور ووجود هذه النوعيات المتنافسة لتحقيق الانتصار بالانطلاق المميز. هنا مقدمة الشوط المركز الأول بالأسود يتقدم ويقود المسار ليعلن بانطلاقة الراعبية. أسهيل بالدودة بالأسود العامري يأتي على مقدمة الشوط على المركز الأول، بينما قزلان حاضر بن علي بن حاضر المزروعي المركز الثالث. أيضا وصلت قنا مهير بن علي بن دري المنصوري متقدما بوجود قنا، تاتي بانطلاقها المثير وابداعها الكبير لتتواجد في هذا الانطلاق وفي هذا الابداع القوي والانطلاق المميز. ظهوري ووجود ايضا هناك مشاهدين الاعزاء مع المركز الثاني في هذا الانطلاق المميز، حيث تتقدم ايضا في المركز الرابع لابن هياي، وهي ايضا انطلاقه عاليه سالم بن يابر بن هياي المنصوري يتقدم ايضا في هذا الانطلاق وفي هذا الابداع القوي والانطلاق المثير، لوجود ايضا هذه الاسماء المتقدمة المنطلقة ايضا امام حضراتكم، حيث نعود الى الصدارة بعد متابعة كل الاسماء. وبن سرود ياتي ايضا بانطلاقة مشاهدين الاعزاء، هذه هي مودة علي بن ناصر بن علي الخيالي ينطلق ايضا امام حضراتكم ليتواجد في هذا الانطلاق.
وفي هذا الابداع بالمركز الخامس الى الرابع، هذه هي ايضا تتقدم مودة علي بن ناصر بن علي الخيالي، قادم قدوم قوي الى المراكز المتقدمة، وبالاسود حرك حرك كذلك مع ايضا انطلاقة ووجود الرعبية سيل بالدودة بالاسود العامري، قنع المركز الثاني وغيرت مودة، غيرت في هذا الملتقى الودي ما بين ملاك الهجن في هذه السباقات التمهيدية المقامة طوال فترة الموسم. الله دعم سخي من القيادة الرشيدة لهذا الموروث الشعبي الكبير لهذه الرياضة العربية الأصيلة بجوائز نقدية قيمة قدمت أسبوعيا سواء للصغار والكبار حتى الوصول إلى الختاميات. الله جنى عادة مهير بن علي بن دري المنصوري يأتي بانطلاقة ووجود جنى على مقدمة هذا الشوط. الله الله الله، هذه المراكز المتقدمة، هذه الأسماء المنطلقة المتنافسة لتحقيق ناموس هذا الشوط بالانطلاق المميز الإبداع الذي يظهر مع وجود المقدمة، ولكن بالأسود ارصد لي المركز الثالث، تابع لي المركز الثالث، انذار انذار قادمة، انذار قادمة قادمة قدوم قوي، رقم أيضا هناك المواجهة التي حصلت لها إلا أنها انذار انذار. علي بن علي حمد بن علي بن مصبح بالخصم الاكتبي ياتي بالخصم بوجود انذار في الامتار الاخيره لتنطلق لحمد بن علي بن مصبح بالخصم الاكتبي. المركز الثاني لا ايضا سيل بالدودة بالاسد، ثالثا قنا لابن هياي ايضا قنا لمهير بن علي بن دري المنصوري في المركز الثالث، والمركز الرابع كانت ايضا مرضيه سيب بن محمد بن سيب قبي المزروعي، وخامسا حلت في تكريم حميد بن سعيد المنصوري. 6:12 ثانية توقيت انذار حمد بن علي بن مصبح بالخصم الاكتبي.